مبسوطين جدا النهارده افتتاح طبعا الدوره الاولى لمهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي. كنت متوقعه او بتحلمي ان انت تشوفي مهرجان سينما كبير زي كده في هذا المهرجان؟ حلم كل ممثل سعودي ان يكون عندنا مهرجان نقدم فيه قصصنا للعالم كله. انا عارفه انت عامله دور اسمه فاطمه. عاملة دور اسمي فاطمة في فيلم قوارير من إخراج فاطمة الحازمي، فيلم خريجات عفت، جامعة عفت، كان هذا أول مشروع تخرج لهم، وعملنا الفيلم وما قصر المهرجان دعمهم، والآن حينعرض.